تدخل فيريرا بتبديلات على صفوف فريقه. هل يرد كولر؟ ادي حمدي، 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 جول جول. كهربا كهربا كهربا، رأسية كهربا تمنح التقدم للنادي الاهلي بعد ساعة في عمر المباراة. صناعة حمدي فتحي ورأسية كهربا يسجل اول الاهداف، اول الاهداف في الديربي في القمة 125. هجمة اهلوية تنتهي برأسية من الفولت العالي. كهربا يصعق محمد عواد ويصعق الشباك البيضاء باول اهداف الديربي صناعة حمدي فتحي. هذه الكرة، هذه الكرة، حمدي فتحي استلم بشكل رائع على صدره، يصنع بالراس، وكهربا هو كمان يسجل بالراس. اخيرا ينكسر حاجز الصمت في هذه المباراة. اخيرا تهتز الشباك، هدف بحثنا عنه طوال ساعة كروية كاملة في هذه المباراة. ليأتي كهربا ويصل إلى الشباك البيضاء بعد صناعة أكثر من رائعة من حمدي فتحي. قلع الفانيلا كهربا طبعا، فرحة هستيرية في استاد القاهرة الدولي بعد أول أهداف القمة 125. انذار لكهربا، هدف لكهربا يهز شباك فريقه السابق مع تبديلات جيزفالدو فيريرا. تهتز الشباك البيضاء بأول أهداف الديربي. طاهر ومروان عطية، تبديل مزدوج للفريقين. ادي حمدي فتحي، كورة، جول جول جول. محمد شريف لاعب مخيف يواصل التهديف ويعزز التقدم ويضاعف النتيجة للنادي الأهلي. محمد شريف ينزل كبديل مكان كهربا، نزل كبديل ونجح بالفعل في التسجيل ويهز الشباك للمرة الثانية في هذه المباراة. 2-0 2-0. سجل كهربا، خرج كهربا، نزل مكانه محمد شريف وبيقول له كهربا، وهو خارج بيقول له هتجيب جول. كهربا هو اول المتوقعين واول المتنبئين بتسجيل محمد شريف لهدف في القمة 125. بعد نزوله بدقائق محمد شريف يخطفها خطف بالقدم اليمنى في شباك عواد ويضاعف النتيجة ويجعلها ثنائية أهلوية في الشباك البيضاء. ادي حمدي برضو، شوف حمدي برضو، حمدي يعني يتحسب له اسيست برضو، يتحسب له اسيست برضو. وصلنا للدقيقة الأخيرة. الأهلي يضغط، الأهلي يحاول، الأهلي يبحث عن الثالث. حمدي فتحي معلول ومرة تاني جول، يبحث عن الثالث ويسجل الثالث بالفعل في التسعين، في التسعين، في التسعين. محمد شريف لا يكتفي بهدف وحيد، يسجل ثنائية، يسجل هدفين، يدخل كبديل، ينجح في التسجيل مرتين، وفي القمة 125 كل الأهلوية فرحانين. هدف في التسعين يختتم به الأهلي هذه القمة، يختتم الديربي ويجعلها ثلاثية، ثلاثية حمراء في الشباك البيضاء. هذه الكرة وادي الانطلاقة والمحاولة، برضو حمدي، برضو حمدي، حمدي فتحي، لكن المرة دي معلول يصنع، ومحمد شريف في سقف الشبكة ما اداش أي فرصة لمحمد عواد، حاططها في مقتل، في مقتل. محمد شريف في سقف الشبكة ويسجل ثالث أهداف الأهلي في هذا الديربي المثير جدا في شوطه الثاني، أو تحديدا في آخر نص ساعة من هذه القمة. من الدقيقة 60 كل حاجة اتغيرت في المباراة، من الدقيقة 60 كل شيء اتغير في اللقاء.
اذا الاهلي يحسم الامور، الاهلي يبتعد بالصدارة ويفوز بكل جدارة.